قبل ما أذكركم ببرامج الام تي في لهالاسبوع، بذكركم مشاهدينا انه اي فقره او اي برنامج ما لحقتوا تحضروا على شاشه الام تي في، mtv.com.lb ريبلاي، او حتى ممكن تتابعونا لايف على mtv.com.lb لايف لاي برنامج ما عم تقدروا تحضروا قدام تلفزيون. اما لا فرح اذكركم سريعا ببرامجنا لهالاسبوع وللايام المقبله. طبعا خلال برنامج ام تي في الايف، فقره المسيح ولبنان من الاثنين للسبت حوالي الساعة 12 بعد دقائق روحانية ودينية. كمان تذكير بفقرة مع المسيح نهار الأحد مع رجال دين، منتعمق أكثر نحن وياهم بزمن الصوم المبارك بتعليم الإنجيل. وأيضا عن تعليم الإنجيل ولكن للأطفال، كل يوم على الساعة 4:15 سوبر بوك يلي برم العالم بحلته بحلة الكارتون ووصل للبنان باللغة العربية لحتى يتعلم أولادنا أكثر تعليم الإنجيل والكتاب المقدس. أيضا عم نتابع من الاثنين للجمعة الساعة 10 مسلسل حياة سكول، مسلسل بيتوجه للطلاب للأهل وأيضا لكل الأشخاص العاملين بالمدارس، نكتشف أكثر مشاكل المدرسة، مشاكل المراهقين مع أهليهم وكل اليوميات اللي بيعيشوها طلابنا. الأحد أكيد موعد منتظر، موعد الكل عم يترقبوه، موعد مع دانسينج وذ ستارز، نجوم كتار عم نتعرف عليهم وعم نشوف تطورهم أسبوع بعد أسبوع بهالبرنامج الترفيهي الراقص الفني الإنتاج الضخم على شاشة الام تي في كل نهار أحد بعد الأخبار. وأيضا مساء كل تنين موعد ثابت مع توني خليفة بعد الأخبار 15:44 لطرح كل المشاكل الاجتماعية يلي عم بتكون بلبنان ويلي عم نواجهها يوميا، وأكيد للاتصال على الرقم 15:44 لطرح أي مشكلة لتوني خليفة. أما هلأ فرح مننهي أيضا حلقتنا مع الضحك مع المزح والهضامة بمقتطف من ما في مثله. هاي هاي كيفك؟ منيح. عرفتني انا؟ ايه ستيفاني بال 506 بالفرنشت ابارتمنت. اه مزبوط. ايه اه شكلك بتعرف انه انا حدك وهيك. ايه بس ولا مره هيك اعطيتيني وجه على طول ناشفه. لا لا ابدا ما انا ناشفه، بس بتعرف من فتره كثير قصيره توفى جوزي فكنت شوي مضايقه وهيك، بس ابدا ما كان قصدي ناشف وجه عليك يعني. تفضلي. مرسي، ما بدي ازعجك بس كنت حابه اقول لك شيء، ما بعرف اذا رح تفهمني غلط او لا. ما رح افهمك غلط. لا لا قولي، اصلا انا من زمان يعني حابه انه انا كل ما كنت اشوفك حب انه احكيك او اقول لك هيدا الشيء، بس حسيت كثير انه خدي راحتك، مع لانه لا قولي انت، انا برجع انا بقول لك اكيد. ايه ما لانه ايه تفضل. أول شيء أنت كتير لذيذ وكتير مهضوم. مرسي مرسي. ويعني كنت حابة أقول لك، هلأ بتعرف أنه بعد ما توفى جوزي وهيك صرت لوحدي. إيه؟ وتعرف أنه المرأة عندها احتياجاتها و... إيه مزبوط، وما فيني أعمل لحالي كل شيء. إيه أكيد. إيه بقى كنت عم فكر مش ما في مشكلة، خدي راحتك أنا. إيه أوكي. أكيد فيني، عن جد أكيد فيني. أنا أكيد أوكي أكيد. إيه طيب عندك شيء الليلة؟ لا لا لو عندي شيء بفضي حالي، ما مش لا ما عندي شيء، ما عندي شيء يعني شي. بتجي لعندي يوم بجي عشية؟ بجي بجي عنجد؟ بجي أي ساعة. مرسي كتير، بدي اياهم قبل ما يناموا لأني ظهرة مع صاحبة، بديك تقعد مع الأولاد. ايه بقعد. ايه كيف بلو ظهرة عشية مع صاحبة، يعني إذا فيك تكون على 7:30 حتى قبل ما يناموا، بعد ما تعميهم وهيك بتنيمهم وبتبقى لحد ما أرجع. مرسي كثير، كلك ذوق عن جد. ما بعرف كيف بدي رد لك يا جميل. ثانك يو. بدك تلعبهم كمان ودشيهم؟ اذا بدك كون ممنونتك. ثانك يو. باي. لهون بتكون انتهت حلقة ام تي في الايف لليوم، ان شاء الله نكون دخلنا لقلوبكم بعض المتعة، بعض التسلية وايضا بعض المعلومات المفيدة. موعدنا بيتجدد بكره على 8:30 بحلقة خاصة لعيد شانيني. شانيني مباركة للجميع، انا بشوفكم الاسبوع المقبل. باي باي. بأب تو ديت بكره اخبار لبنان والعالم بحلقة خاصة بعيد شانيني.
أرسكوب خصائص برج الحمل والتوقعات اليومية. What's cooking؟ رح منتعلم نعمل سمك السمو. بأخبار كونكتد، ماجدة رومي وصلت لتونس للتضامن مع الشعب ضد العنف. بإكستريم، أمين رح يحكي أكثر عن إكستريم بينت بول. وببولو فيم نستقبل الممثلة ريتا حايك والممثل بديع أبو شقرة ليحكوا عن مسرحيتهم فينوس.